بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولياء أمور الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحل ثلاث نماذج دين إسلامي للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، وهذه النماذج من كتاب سلاح التلميذ، وهي نماذج هامة. نبدأ إن شاء الله بالنموذج الأول. أولا القرآن الكريم، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ألف هات معاني ما يأتي. كلمة انفطرت، انفطرت معناها انشقت عند قيام الساعة. إذا السماء انفطرت أي انشقت عند قيام الساعة، يبقى انفطرت معناها انشقت. انتثرت، معنى انتثرت وإذا الكواكب انتثرت، الكواكب تكف عن الدوران وتتفرق، أي تساقطت متفرقة، يبقى انتثرت معناها تفرقت. باء أجب، تحدث تغييرات في الكون يوم القيامة، أذكر بعضها كما فهمت من الآيات. قال الله تعالى: إذا السماء انفطرت، زي ما قلنا انفطرت انشقت عند قيام الساعة، أي تنشق السماء. وإذا الكواكب انتثرت، الكواكب انتثرت تكف الكواكب عن الدوران وتتفرق في أفلاكها. وإذا البحار فجرت، تتفجر البحار ويختلط بعضها ببعض حتى تصير بحرا واحدا. وإذا القبور بعثرت، فتحت القبور وخرج من فيها من الموتى. ممكن نكتب: تنشق السماء وتكف الكواكب عن الدوران وتتفرق في أفلاكها، وتنفجر البحار ويخرج الموتى من قبورهم. جيم، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، صورة الانفطار من الصور المدنية، طبعا هذه العبارة خطأ وإنما هي مكية. رقم اثنين، تعرض أعمال الإنسان عليه يوم القيامة، هذه العبارة صحيحة، الأعمال تعرض على الإنسان يوم القيامة. ثانيا الحديث الشريف، اقرأ الحديث ثم أجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم من نعمه. أحب الله لما يغذوكم من نعمه، معنى يغذوكم أي يعطيكم بكرمه، معنى يغذوكم أي يعطيكم بكرمه. أحب الله لما يعطيكم بكرمه. اثنين، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلى حب الله ولا عبادة الله ولا تعظيم وتوقير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله، يدعون إلى حب الله. أكمل الحديث السابق، أحب الله لما يغذوكم من نعمه. جيم، ما الذي تعلمته من هذا الحديث؟ نتعلم من الحديث حب الله سبحانه وتعالى وشكره على نعمه والمحافظة عليها. ثالثا العقائد، أجب عما يلي، ضع علامة صح أو علامة خطأ. رقم واحد، عمارة الأرض بالزراعة والتجارة والصناعة عبادة لله عز وجل، هذه العبارة صحيحة. رقم اثنين، اسم الله القدوس يعني الرحيم، طبعا هذه العبارة خطأ. من معاني اسم الله القدوس كمال ذاته وصفاته وأفعاله. رقم ثلاثة، من أخلاق المسلم الودود، التبسم في وجوه الناس، هذه العبارة صحيحة، لأن الود هو الفعل الجميل الناتج عن الشعور، الود هو الفعل الجميل الناتج عن الشعور. باء، أذكر عبادة تنظم علاقة الإنسان مع الآخرين، طبعا مع الآخرين عبادة مراعاة حق الجار، مراعاة حق الجار. رابعا العبادات، أجب عما يلي، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد، دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة ولا أركان الصلاة ولا فرائض الصلاة ولا مبطلات الصلاة. طبعا دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة، لأن الأركان النية والقيام وتكبيرة الإحرام وقرأت سورة الفاتحة والركوع والطمأنية في الركوع والسجود والطمأنية في السجود والجلوس بين السجدتين وهكذا. اثنين، من مبطلات المسح على الجوربين، المسح على الجورب اللي هو الشراب، هل الذي يبطل المسح على الجورب توافر الماء ولا انتهاء الصلاة ولا نزع الجوربين ولا نزول المطر؟ طبعا نزع الجوربين. رقم ثلاثة، تصح نقط بتيمم واحد،
صلاة واحدة ولا صلاتان ولا ثلاث صلوات ولا خمس صلوات؟ طبعا تصح صلاة واحدة بتيمم واحد. التيمم يكون بديلا عن الوضوء لكل فرض منفصل، فلا يجوز جمع فرضين بتيمم واحد. باء، كيف تنصح زميلك المتكاسل عن الصلاة؟ أقول له: الصلاة فرض وهي أحب الأعمال إلى الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. خامسا، سير وشخصيات. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، دعت صحيفة المدينة إلى حسن الجوار، هذه العبارة صحيحة. دعت الصحيفة إلى ترسيخ قيم التعايش والمواطنة وحسن الجوار. اثنين، قضى موسى عليه السلام في مدين 5 سنوات، هذه العبارة خطأ، وإنما قضى 10 سنوات. ثلاثة، المسجد النبوي أول مسجد بني في الإسلام، أيضا هذه العبارة خطأ، أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء. باء، صف حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما علم أنه سيرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فرح سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرحا شديدا حتى إنه بكى من شدة الفرح. الاختبار الثاني، أولا القرآن الكريم، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. صدق الله العظيم. اختر الإجابة الصحيحة. معنى مثقال، هيئة ولا شكل ولا طعم ولا وزن؟ طبعا مثقال معناها وزن. اثنين، يوصي لقمان ابنه في الآيات بإيه؟ يا بني أقم الصلاة، انتظار ولا أداء ولا تضييع ولا تأخير؟ طبعا بأداء الصلاة. باء، أجب. رقم واحد، أكتب الآيات إلى قوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. اثنين، ماذا تعلمت من وصايا لقمان لابنه؟ تعلمت أن أحافظ على الصلاة في وقتها، وأن أدعو الناس للخير وأحذرهم من فعل الشر. جيم، ضع علامة صح أو خطأ. رقم واحد، اشتملت وصايا لقمان على عبادات فقط. طبعا هذه العبارة خطأ، وإنما اشتملت على العقيدة والمعاملات والعبادات. رقم اثنين، يجب أن نؤمن أن الله تعالى يعلم كل شيء، هذه العبارة صحيح. ثانيا، الحديث الشريف، اقرأ الحديث ثم أجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. معنى عون، عون جاي من التعاون والمساعدة، إذن معناها مساعدة. اثنين، يدعون الحديث إلى الصبر ولا العبادة ولا التعاون ولا الإخلاص؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يدعون إلى التعاون. أكمل الحديث السابق، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جيم، ما الذي تعلمته من الحديث الشريف؟ تعلمت مساعدة من يحتاج إلى مساعدتي. ثالثا، العقائد، أجب عما يلي. ألف، ضع علامة صح أو خطأ. رقم واحد، من معاني اسم الله الودود المنزه عن النقص، هذه العبارة خطأ. من معاني اسم الله الودود هو الذي يتودد إلى عباده بالنعم. اثنين، المسلم يراعي حقوق الآخرين ولا يسخر منهم، هذه العبارة صحيحة. رقم ثلاثة، اكتساب الأخلاق الطيبة عبادة، أيضا هذه العبارة صحيحة. باء، كيف تتعبد إلى الله بسلوكك نحو الكون؟
نعمر الكون ونحافظ عليه ولا نفسد البيئة من حولنا. ألف اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد من النوافل: صيام رمضان ولا صيام الاثنين والخميس ولا زكاة المال ولا صلاة الظهر. طبعا كلها فروض ما عدا صيام الاثنين والخميس هي اللي من النوافل. رقم اثنين: قراءة سورة بعد الفاتحة من أركان الصلاة ولا فرائض الصلاة ولا سنن ولا مبطلات الصلاة. طبعا قراءة سورة بعد الفاتحة من سنن الصلاة، أما الفاتحة من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدون فاتحة الكتاب. رقم 3: مدة المسح على الجوربين للمسافر، للمسافر 3 أيام وللمقيم اللي هو قاعد في البلد يوم وليلة. باء: ما أثر الصلاة على المسلم؟ من آثار الصلاة على المسلم أنها تبعد المسلم عن المنكرات وتكفر ذنوبه وتعينه في أوقات الحزن والتعب. خامسا: سير وشخصيات. أجب عما يلي: ألف ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة الصحيحة. رقم واحد: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري عندما وصل المدينة، هذه العبارة صحيحة. رقم اثنين: ولد موسى عليه السلام في مصر، أيضا هذه العبارة صحيحة. باء: أجب عن السؤالين التاليين. رقم واحد: كيف استعد النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى المدينة؟ استعان صلى الله عليه وسلم بعامر بن فهيرة ليخفي آثار أقدامه، واستعان بعبد الله بن أريقط ليدله على الطريق. رقم 2: شملت صحيفة المدينة قيما وأخلاقا، وضح. شملت الصحيفة الوحدة والتراحم والتكافل والسلام والعدل وتقبل الآخر والتعاون وحسن الجوار. الاختبار الثالث: أولا القرآن الكريم. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. صدق الله العظيم. هات معاني ما يأتي: وهنا أي ضعفا، معنى وهن ضعف. اثنين: فصاله أي توقفه عن الرضاعة. باء: أجب. رقم واحد: ما الدليل على حب لقمان لابنه؟ أنه يوصيه. الدليل أنه أوصاه، لأن الوصية يقدمها الإنسان لمن يحبهم. رقم اثنين: اشتملت الوصية في الآيات السابقة على فرعين من فروع الشريعة الإسلامية، ما هما؟ الفرع الأول وهو العقيدة عندما قال: يا بني لا تشرك بالله. والفرع الثاني وهي المعاملات عندما قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. جيم: ضع علامة صح أو خطأ. رقم واحد: نصح لقمان ابنه بخفض الصوت في أثناء الحديث، هذه العبارة صحيحة. رقم اثنين: نهى لقمان ابنه عن السعادة في الحياة، هذه العبارة خطأ. ثانيا الحديث الشريف، اقرأ الحديث ثم أجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد: معنى كفارة سبب فيه، في العقاب ولا المغفرة ولا الكرم ولا الرزق؟ طبعا هي سبب في المغفرة. معنى كفارة ما تغفر به الذنوب. رقم اثنين: يدعون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلى الاستعداد للصلاة ولا جمع ولا المحافظة على الصلاة ولا وضوء؟ طبعا يدعون إلى المحافظة على الصلاة. باء: أكمل الحديث السابق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أي ما لم ترتكب الكبائر، ما لم تفعل الكبائر. جيم: ما الذي تعلمته من هذا الحديث الشريف؟ نتعلم فضل الصلوات الخمس وفضل صلاة الجمعة، فهي سبب في مغفرة صغائر الذنوب. ثالثا العقائد، ضع علامة صح أو خطأ. رقم واحد: من مظاهر ود الله تعالى عقابه للمجرمين، هذه العبارة خطأ. من مظاهر ود الله تعالى
كل ما حولنا من النعم هو تودد من الله تعالى إلينا. رقم 2، القرآن أول رسالة من الله عز وجل للبشر. هذه العبارة خطأ، وإنما هي آخر رسالة من الله عز وجل للبشر. رقم 3، تغير مظاهر الكون من مشاهد يوم القيامة. هذه العبارة صحيحة. باء، لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ أنزل الله تعالى القرآن ليهدي الناس إلى طريق الإيمان، ويدعوهم إلى العمل الصالح، ويبشر المؤمنين ويحذر الكافرين. رابعا، العبادات. أجب عما يلي، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، التشهد الأخير من سنن الصلاة ولا أركان الصلاة ولا مستحبات الصلاة ولا مبطلات الصلاة؟ طبعا التشهد الأخير من أركان الصلاة، أما التشهد الأوسط من سنن الصلاة. 2، يمسح المقيم على الخفين لمدة كام؟ المقيم مدة يوم وليلة، والمسافر 3 أيام. رقم 3، صلاة العيد فريضة ولا سنة ولا مكروهة ولا واجبة؟ طبعا صلاة العيد سنة. باء، للصلاة أركان، أذكر 3 منها: النية وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتسليمة الأخيرة وهكذا. خامسا، سير وشخصيات. أجب عما يلي: ألف، ضع علامة صح أو خطأ. رقم 1، أرضعت امرأة فرعون موسى عليه السلام بنفسها. طبعا هذه العبارة خطأ، قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبله. رقم 2، ساعد موسى عليه السلام الفتاتين وسقى لهما. هذه العبارة صحيحة. باء، أجب عن السؤالين التاليين. رقم 1، دعوها فإنها مأمورة، من القائل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولمن قال هذه العبارة وما مناسبتها؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار عندما تسابقوا للإمساك بزمام ناقته حين وصل المدينة المنورة. 2، ما الدروس المستفادة من صحيفة المدينة؟ الدروس المستفادة: المجتمعات تقوم على التعاون والتراحم والسلام والمحبة، وليس على الكراهية والعنف والصدام. بكذا إن شاء الله قد انتهينا من نماذج التربية الدينية الإسلامية، وانتظرونا إن شاء الله في باقي المواد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.